بشكل كامل ويشتري له الوقت بعد استشهاد فؤاد شكر واسماعيل هنيه. سارع الامريكي فورا الى اصدار البيان اللي عرف بالثلاثي امريكا قطر مصر، والحديث عن معاوده المفاوضات وتقليص الفجوه. كان يحاول احتواء التصعيد الاقليمي، او خليني اقول الاستنفار بظل الهجمه، ومنح اسرائيل مزيد من الوقت. تبين فيما بعد انه الاستراتيجيه الامريكيه هي التفاوض من اجل التفاوض، اعطوه مزيد من الفرص. والكيان الصهيوني يقوم بنقل قواته من شمال من غزه، تغطيه اذن على عمليات العدو واستمرار الدعم. يعني الان لما بنسمع عن غارات بالاف 35 واضح التدخل الامريكي، ايضا نوع من المتفجرات والقنابل نعم الضخمه، والتشارك معه بتامين مش بس الامريكي البريطاني، في اكثر من دوله تتداعى يعني ضمن تامين بنك الاهداف للكيان الصهيوني. انا بعتقد من الان حتى 5 نوفمبر، حتى نكون واضحين تماما، من الان حتى الانتخابات الامريكيه سيكون هناك حماوي متدرجة، تصعيد تصاعدي. لذلك المقاومة تتحدث عن أكثر من شهرين أستاذ سمير. منطقيا لشباط إدار إذا بدك يعني، بس هني حتى الآن أنه الكل الجميع أميل إلى أنه 5 نوفمبر الانتخابات ماشي، بس ولكن نحن عم نحكي عن حوالي 45 يوم. بكل الحالات أنا بعتقد إدارة المقاومة لهذه المعركة هندست الميدان بما يتلائم مع طبيعة معركة طويلة، لأنه بالاخر الحرب اهداف. هو كان عنده 3 اهداف: القضاء على حماس، تحرير الاسرى، تهجير فلسطينيين غزه. اضاف هدف رابع هو عوده المستوطنين الى الشمال. المقاومه تعمل على ان تحول دون تحقيق اهدافه، بالرغم من كل هذا الدعم. هناك فوره غربيه، لذلك اداء المقاومه الحذر له علاقه بالمعطيات وظروف التحشيد الغربي. نعم. المقاومة تعمل بشكل هندسة مسرح العمليات من النقورة حتى شبعة جبل الشيخ، بشكل أن تصبح كل منطقة شمال فلسطين تحت مرمى الصواريخ. هو مسألتين لن يستطيع يعني أنه يحققان، لن يستطيع أن يعيد المستوطنين إلى الشمال، ولن يستطيع أن يغامر بعملية برية، لأنه حتى الآن هذا التشكيك أنا بعتقد سنقسم المحاور في العملية البرية والمدى الزمني لهذه العملية التي يقوم بها الإسرائيلي. ولكن قبل ذلك دكتور مكرم خوري مخول، حضرتك خبرت العقل الإسرائيلي، متابع دقيق لكيفية عمل هذا العقل، بتقديرك اليوم وقراءتك عندما بدأ نتنياهو هذه الحملة العسكرية، ما الذي يدور في الأروقة الأمنية والعسكرية من خطط لهذه المعركة وما أعد لها؟ أهلا بك دكتورة حنان وبضيف الكريم الأستاذ سمير. الوضع الحاصل حاليا من طرف الاحتلال الإسرائيلي هو مشتبك ما بين الغايات الكبيرة والأهداف قريبة ومتوسطة المدى. الغايات الكبيرة نعرفها، وهي أن نتنياهو وكل من هو على يمينه، يعني نحن نصر على أن نتنياهو بحد ذاته هو يميني متطرف، ومن على يمينه هو يميني فاشي متطرف. إذا نحن نتعامل مع نادي الفاشية الصهيوني الذي يدير الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين نيابة عن الحركة الصهيونية العالمية، بينما الغاية الكاملة هو تفريغ الأرض الفلسطينية أو الديموغرافيا الفلسطينية والسيطرة على الجغرافيا الفلسطينية، وذلك عبر عام من تنفيذ جرائم كارثة العرقبادة، الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة، والآن نرى بوتيرة متوسطة في الضفة الغربية. هو يريد أيضا نتنياهو بعد أن حصل على صك من الرئيس الأمريكي السابق ترامب
أن الجولان تابع لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتأكيد من وجهة نظرهم القدس المحتلة هي عاصمة الشعب اليهودي الأبدية. هو يريد أيضا في الغايات، نحن نتكلم الآن، يريدون طبعا قضم أراضي من لبنان، وهذا ليس بجديد، هذا موجود بالأدبيات من أيام بن غوريون. يريدون السيطرة على عشرات الأميال لكي يغطوا إلى ما بعد الليطاني، لكي يستمروا بسرقة مياه الليطاني، والسيطرة أيضا على الموارد المائية بالأردن وبفلسطين، وأيضا نوعا ما ليمتدوا للسيطرة على أنهر أخرى. إذن هذه طبعا الغايات، ولكن الأهداف الحالية، بما أن نتنياهو مهدد أن يدخل السجن، أهداف نتنياهو أيضا قريبة المدى وجزء منها متوسط المدى. قريبة المدى هي أن يصل إلى الانتخابات الأمريكية بعد 40 يوم، ويضع أي رئيس أو رئيسة في البيت الأبيض أمام حالة جديدة هو صنعها، أي سيقول لهم الآن أنا احتللت هذه الأجزاء ولا أريد أن أعود أو أنسحب منها، أو أن يورث الرئيس القادم حربا. الآن من وجهة نظري، والآن أن نتكلم علوم سياسية، أنه بعد أن اغتال السيد محسن شكر والقائد الفلسطيني إسماعيل هنية، بعد اغتيالهما، وأصلا أهداف الاغتيال دكتورة حنان كانت أن ينقل الصراع من صراع نوعا ما موزون ومنضبط إلى حالة تصعيد، يعني هو مرر هذه الأهداف لكي يقول أنه هو سيسيطر على الإسكاليشن كنترول تسمى، ولكن كان هذا حساب خاطئ، لأنه ظن أنه بعد عملية الاغتيالات الأولى هنية وشكر سيقوم حزب الله بفتح معركة ولربما حرب، ولن يتوقف أو تستمر الأمور في إطار حرب الاستنزاف، لأن ما يجري ولغاية الآن دكتورة حنان، بما أن نتنياهو فشل، ولغاية الآن فشل نتنياهو بأن يجر المنطقة كلها وأيضا حزب الله إلى حرب شاملة. الآن بما أن حزب الله يتصرف بشكل يليق بظروفه وحساباته واستراتيجيته، إذن ما يريد أن يفعل نتنياهو أن يحاول إما أن يستمر بما يسمى بالميديوم وور انتنسيتي، يعني حرب تصعيد أو متوسط. حرب متوسطة الامباكت، يعني الحرارة، أو نعم، وليس فول فليجد وور، وليس حرب شاملة كاملة. وصحيح، وأنا أتفق هنا مع الأستاذ سمير، أنه بالفعل نتنياهو لو كانت الأمور بيده كان سيفتح حرب أو يعلن حرب. نتنياهو لم يعلن حربا لغاية الآن، حربا مفتوحة، ولكنه حاليا وبطريقة السلام المعهودة قطعة 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 يريد أن لربما يصل إلى حرب مفتوحة يوم قبل الانتخابات الأمريكية لكي يؤثر أيضا على نتائجها. ولكن حاليا ما يريده نتنياهو أيضا، يريد أن يقول نحن ساعدنا في أن نوعا ما نضعف الوجود الإيراني في سوريا، وسببنا لسوريا الدمار الكبير، والآن لكي، وأردنا طبعا من ناحية نتنياهو أراد أن يقطع جبهة المقاومة والتواصل والإمدادات ما بين إيران ولبنان، ولذلك أراد أن يضعف سوريا. الآن يريد أن يقطع الصلة بين حزب الله أو بين إيران وقطاع غزة بواسطة إضعاف حزب الله، وهذا هو هدفه، بينما كان حزب الله يقول أوقفوا العرقبادة في قطاع غزة، سنوقف الاشتباك العسكري. الآن أتى نتنياهو ليقول
أوقفوا الاشتباك العسكري معنا في لبنان أولا دون أن يقول أننا سنوقف العرقبادة في قطاع غزة. نعم أستاذ سمير، تحدثت أن هذه المعركة طويلة ولا تتوقع أن تكون مدياتها قصيرة أو مقتضبة، علما أنه الآن أكسيوس تنقل عن مصدر أمريكي نعمل مع دول عدة على حل سياسي من أجل الشمال، طبعا شمال فلسطين المحتلة، منها فرنسا وإسرائيل ولبنان وبعض الدول العربية، وطبعا نتنياهو أبدى أنه يعني منفتح على هذا الحل. ماذا تقول في ذلك؟ هل نكون فعلا أمام مخاض حل عسكري قبل أن تتوسع هذه الحرب وتصبح مترامية الأطراف؟ بعتقد قبل مجزرة المواصي ب ممكن ساعات، ما كتير هلأ، أو يمكن عدة أيام، بدأ الأمريكي يتحدث عن قرب الوصول. هذه الاستراتيجية الأمريكية نفس الأسلوب يتبعها منذ اليوم الأول لطوفان الأقصى، يبدي بالمظهر مرونة وسعي. على فكرة كل اغلب الدول الغربيه الان في مجلس اليوم هني مع وقفه لك نار الا امريكا، مع سعي جدي الا امريكا. فيعني لا يصح التعويل اطلاقا اطلاقا على هذه المساله، وعلى كل المسؤولين ان يدركوا ما يقوم به الامريكي من دور. اذا كل ما يقوله الامريكي الان هي مزاعم، هو مجرد تضليل. شوفي نحن عنا بين العشرة ايام 15 يوم معركة كسر إيرادات. إذا وجد بأنه أمام قوة صلبة قادرة أن توجه له الضربات، يسارع الأمريكي مع بعض الدول الغربية وبعض الدول صغار هدول الأدوات لإيجاد مخرج لنتنياهو. إنما إذا وجد هناك فرصة للاستمرار بالحرب يستمروا. الدور الامريكي هو احتواء خليني اقول التصعيد الاقليمي ومنح اسرائيل مزيد من الوقت. البدو يسعى الى وقف اطلاق نار، يوقف المساعدات اول شغله، المساعدات العسكريه اول شغله. لاحظي عند كل حدث كبير، عند كل مجزره كبيره يتحدث الامريكي عن معاوده المفاوضات. هيدي استراتيجيه الامريكي بمعركه طوفان الاقصى، هيدي استراتيجيته، يحرك كل المكانات الدبلوماسيه والاعلاميه. يعني مثلا بعد استشهاد الشهيدين فؤاد شكر واسماعيل هنيه، عملوا الامريكان جو انه لا، انه ممكن في يعني اتفاق قريب وتبادل اسرى وادخال مساعدات. صار في جو انه لا، طولوا بالكم انه كمان يعني وضعهم والله يعينهم. كذاب الامريكي، هذا سلوكه هو يتبع هذا. انه انت مصدقه انه نتنياهو سوبرمان، انه وحده؟ كل الاحصاءات بتقول لا يستطيع ان يقاتل 20 يوم بدون المساعدات الامريكيه. اذا هذه امريكا تتبع اسلوب، خليني يعني انا اسميه بطريقه، المفاوضات من اجل المفاوضات فقط. لذلك حماس ليش ما روحوا على قطر او على مصر؟ صاروا مدركين انه عم يضيع وقت، وهذا يمنح وقت. اول شغله المؤلم انه يوميا في عشرات الشهداء في غزه يوميا. نعم. مش انه حدا عرضي. صحيح. والان في لبنان. نعم، عودتنا دكتور مخول، دكتور مكرم، عودتنا يعني الدبلوماسيه الامريكيه كلما تحدثت عن مفاوضات كلما سننتظر في الميدان مزيد من المجازر وارتكاب مزيد من المجازر، هذا في غزه طيله عام كامل. بتقديرك اليوم اذا ما اردنا المقاربه بين الاداء الاسرائيلي والنهج الاسرائيلي في غزه وما مورس من العرقبادة الذي مارسته وما إمكانيات ممارسته على الجبهة اللبنانية، ما الفوارق التي لا تعطي الإسرائيلي ترف التصرف بهذه الأريحية التي تصرف بها في غزة؟ نعم، سؤال ثاقب. نبدأ بالقول أن الطرف الأمريكي هو المجرم الأكبر في هذه العرقبادة في قطاع غزة وأيضا في العدوان الإجرامي على لبنان،
بدون الدعم الأمريكي منذ البداية وحتى هذه اللحظة لم يكن الاحتلال الإسرائيلي ليستطيع القيام بكل هذه الجرائم، الكثافة، نوع الأسلحة، القتل، الإبادة، التطهير العرقي، سرقة الموارد وإلى غير ذلك من الجرائم. أنا ومنذ البداية كما تذكرين دكتورة حنان أرى أن الأمريكي والإسرائيلي هما سائلين بلونين مختلفين بزجاجة واحدة مخلوطين، ولكن كل لون يحافظ على لونه الأصلي في هذه الزجاجة وبالطريقة الكيميائية الصحيحة، ولكن هما خلطة واحدة في زجاجة واحدة. ولكن الأمريكي عكس الإسرائيلي يتبع ما يسمى في العلاقات الدولية بالإنجليزية covert and overt، المكشوف والمخفي. هو بالمخفي يدعم الاحتلال الإسرائيلي ويزوده بعشرات مليارات الدولارات من الأسلحة والدعم المكشوف والغير مكشوف، ولكن عندما يأتي الموضوع إلى الخطاب السياسي الأمريكي فهو طبعا يحاول أن يكذب بأدب غالبا. يعني إذا ما تابعنا كل المتكلمين أو الناطقين بلسان الإدارة الأمريكية، إذا كان البنتاغون أو الوايت هاوس أو الخارجية الأمريكية أو حتى بلينكين ذاته أو بايدن نفسه، كلهم يكذبون ويكررون الكذبة ويجدون جملة جديدة لقول كذبة جديدة. ولكن الإسرائيلي عادة على فكرة، وبما أنني أتابع ذلك بالعبرية وبشكل مكثف، الإسرائيلي يكذب إعلاميا عندما يضرب، ولكن بكل ما يتعلق بالخطاب العدواني الإسرائيلي إن كان على قطاع غزة أو فلسطين بالكامل أو على لبنان أو سوريا أو العراق أو اليمن، الإسرائيلي لا يكذب دكتورة حنان. يقولون، وأنا أتابع وبعض الوسائل الإعلام أحيانا تتابع ولكن بعدها تنسى، أنا أتابع، لم يقترف نتنياهو أي جريمة ضد أي طرف عربي بدون أن يقول مسبقا أنه سيقترفها. المشكلة لدى البعض أنه لا يصدق أو يعتقد أنه دائما نتنياهو، وهو طبعا مغرم بالبهلوانيات وبجنون العظمة والكذب والاحتيال والإجرام، كل ذلك نعم، ولكن هو ومن معه من المجرمين العسكريين الآخرين يقولون، إذا ما رجعنا إلى شهر شباط، ولربما الأستاذ سمير يذكر، منذ شهر شباط يقولون نحن الآن نعد العدة لهجوم على لبنان، وكرروا ذلك مرارا إلى أن قاموا بهذا العدوان الآن طبعا بواسطة استعمال الخديعة وإلى غير ذلك. ولكن لأجيب على الشطر الأخير من سؤالك دكتور حنان، نقول أن جنوب لبنان ولبنان ليس قطاع غزة، ومع كل احترامنا لكل أهالي قطاع غزة من حاضنة ومن مقاومين وإلى آخره، هم يعني لا يشكلون 5% من القوة العسكرية والمقاومة بشكل عام مقارنة بحزب الله ولبنان بشكل عام. حزب الله هو ليس فصيل صغير أو حركة صغيرة، حزب الله وفقا للعلاقات الدولية ومفهومي هو دولة فرعية. دولة فرعية يعني سبستيت، لا يعني دولة داخل دولة. دولة فرعية تأتي لحماية الدولة المركزية عندما تكون الدولة المركزية ضعيفة. ولذلك فإن احتمال دخول الاحتلال الإسرائيلي لمعركة برية، وهذا على فكرة قائم، ولكن أقول لكم كيف وبأي حال ممكن أن يحدث ذلك، فقط إذا استطاعوا تجنيد عشرات آلاف من المرتزقة الأجنبية، لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن مطالعتي غير قادر لا عسكريا، هو مستنزف، ولا اقتصاديا، حتى نفسيا هم مستنزفون. ولذلك أعتقد أنه اجتياح بري ممكن أن يحصل، ولكن فقط إذا أمنوا المال لكل هؤلاء المرتزقة. ولكن أي اجتياح بري أو حتى كل هذا القصف هو ليست نزهة في لبنان، وحزب الله قادر على أن يصد ويكبد الاحتلال
الإسرائيلي الضربات الكبيرة والموجعة. نعم، سأناقش معك ومع أستاذ سمير بتفاصيل الاجتياح البري واحتمالاته، ولكن قبل ذلك سأبقى في مسألة الآن ما يجري، العدة التي يعدها الإسرائيلي. أستاذ سمير، تحدثت عن وقت طويل، ولكن يختلف الأمر بين غزة وبين لبنان. إذا كان الإسرائيلي استطاع أن يمدد الحرب في غزة سنة كاملة، ما كان يألم من الداخل؟ كان الداخل عنده يعيش بشكل طبيعي. الآن اليوم فجر اليوم في جوش دان في تل أبيب هرع المستوطنون إلى الملاجئ. إلى أي مدى يستطيع الداخل الإسرائيلي احتمال حرب مواجهة تؤلمه يوميا بصواريخ المقاومة؟ أولا، غزة كانت تحت الحصار 17-18 عام، يعني كان إذا بده الواحد يفوت برغي كان بيحتاج إلى يحفر صحيح نفق طويل عريض، إمكانيات بدائية تصنيع محلي. المقاومة تمتلك أولا عمق استراتيجي وعمق لوجستي. اثنين، الجغرافيا مختلفة، يعني غزة 365 كيلو طويل الطول، بالعرض قليلة، يعني هي 42 كيلو بالطول وهي 7-8 كيلو بالعرض، واقع مختلف تماما. على كل حال، بالرغم من كل ذلك، الواقع البائس، أنا بقصد الحصار، الضغط، ما قدمته المقاومة في غزة سيكون هو نموذج للجيل الخامس بحروب العصابات. لم يرتقي أحد إلى المستوى التي ارتقت إليه. أنا أعتقد أنهم اليوم أسياد ثوار العالم، ما قدموه من تطوير على مستوى حروب العصابات هون بتاخذ الشرط التاريخي، إمكانياته، ظروفه، وضعه. هو معه قاذف ار بي جي، ومعه يعني عبوة ناشفة، ومعه بندقية، ولكن إرادة القتال على فكرة هو لم يكن يريد يعني أن تمتد عام سنة، هو كان يأمل بأشهر، يعني 3-4 شهور. تحدث الجيش الإسرائيلي عند بداية طوفان الأقصى على 4 أشهر، كان مطوق، يعني مثلا لم يستطيع أن يدخل إلى جنين، بلاطة مثلا، بلاطة، يعني هذه القلاع الصغيرة الآن التي تتبلور وستكون حصون كبيرة. هو الآن ذهب إلى، خليني أقول، القوة التي شكلت تلك المقاومات. حزب الله نشأ في خضم الحرب، يعني هو لم يكن في الإطار النظري، هو ولد في الحرب، وجاء سنة 82 يعني نتيجة تلك يعني الهزيمة أو الهزائم اللي كان سائد في المنطقة، وراكم من الخبرات ومن التجارب. يعني خذ اليوم مثلا انه عنده صواريخ، ليش ما بيضرب؟ لا يعمل بانفعاليه، لا يعمل بردات فعل، كل شيء وفقا لحسابات. هو هندس الميدان بطريقه تتلائم مع ظروف الواقع وحجم يعني القوه التي تتحشد الان مع اسرائيل، امريكا وكل هؤلاء. هناك شيء مختلف بال 2006 على فكره، هو اعتمد نفس الرشاقات، ولا يعني كنا عم نحكي انه هيك تحت الهواء، انا بخالفك. 2006 بدا موجات اقوى، المطار ومن بيروت الى صيدا ضرب كل الجسور، وصل الى جسر بعكار اسمه جسر عرقه، كان يعتقد انه هذا الجسر وثلاث امتار، يعني قام بموجات. كانت المقاومه تمتلك من الامكانيات المتواضعه مقارنه بالان، بعد 2006 المقاومه ما اسست هذه القوة، مأسسته. الآن المقاومة تؤلم العدو كل يوم، هي تعمل بتكتيك
بشكل لا يستطيع أن يحقق أهداف. شوفي قولت امبارح، قولت امبارح بالرغم من أنه كان في عنا ضربات، يعني كان يومي الثلاثاء الأربعاء كان الاستهداف بعدين بحي الجيموس، لم يستهدف سوى مراكز القيادة، ضرب 17 مركز قيادي. هذا بيسألني عن الهجوم البري. شوفي بغزة سماها المرحلة الأولى، استمرت 24 يوم بس نحن مشان دعنا نتابع هذه النقطة لأهميتها بكل تفصيل، ولكن قبل ذلك أنتقل إلى جنوب لبنان ومعنا مراسل قناة العالم الزميل حسين عز الدين. تحية لك حسين، ماذا في آخر التطورات الميدانية؟ ضعنا في صورة ما جرى اليوم من مجازر وغارات مكثفة. نعم حنان، تحية لك ولضيفك الكريم. دعيني أقول بأن هذا اليوم يعني شهد سخونة مرتفعة جدا من حيث الغارات وأيضا من حيث رد المقاومة. اليوم أصبحنا في ربما مرحلة جديدة بدأت المقاومة تعتمدها، وهي استهداف المستعمرات المأهولة كسائر وغيرها من المستعمرات ردا على المجازر من القرى والمدن الجنوبية وأيضا البقاعية. في العمليات حتى الآن كان هناك 9 عمليات من ضمنها تصدي الدفاعات الجوية في المقاومة الإسلامية للطائرات الحربية فوق بلدتي حولة وميس الجبل، ما أرغمها على التراجع دون أن تحقق الهدف المنشود، بالإضافة إلى الصواريخ التي تطلق بكثافة بالتزامن مع كل الغارات التي تستهدف القرى والبلدات الجنوبية. طبعا نبدأ من قادر واحد الذي استهدف صباحا منطقة تل أبيب، بالإضافة إلى القواعد العسكرية في دادو وغيرها من هذه القواعد. هذه العمليات تأتي ردا على كل الاستباحة التي يقوم بها طيران الاحتلال الإسرائيلي الذي يعني الذي سجل اليوم أعلى نسبة ربما من القصف العنيف الذي طاول معظم قرى بلدات قضاء سوق، قضاء بنت جبيل، قضاء النبطي، قضاء أيضا صيدا جزين، وصولا إلى جبيل والمناطق البقائية. طبعا هناك أعداد كبيرة من الشهداء حتى الآن، يعني لا توجد إحصاءات دقيقة عن التي حصل خلال هذا النهار سوى الذي ذكرها وزير الصحة في مؤتمره الصحفي، لأن لا زالت فرق الإنقاذ والإسعاف تعمل على رفع الإنقاذ خاصة في بعض البلدات. طير فلساي وحدها، هذه القرية التي تقع قضاء صور سقط فيها 10 شهداء، ولا زالت الفرق تعمل على رفع الإنقاذ من بين المباني السكنية المدنية المدمرة، بالإضافة إلى بلدتي النبطي والنبطي الفوق التي أيضا ذهب أكثر من 10 شهداء نتيجة هذه الاستهدافات. بنت جبيل 4 شهداء، تبنين 3 شهداء، بالإضافة إلى جون في ساحل الشوف أيضا 3 شهداء، هذا بالإضافة أيضا إلى العديد من الشهداء الذين سقطوا في مدينة أو في بلدة المعيسرة في جبيل وأيضا في البقاع الشمالي والبقاع الغربي. الطيران الحربي تراجع إلى حد ما يعني بالغربي، تراجع إلى حد ما يعني بالغارات قبل قليل، لكنه شملت غاراته معظم القرى من الحافة وعمقا باتجاه الأراضي يعني أو البلدات الساحلية وصولا إلى عدنون إلى السرفند، أيضا من الناقورة بمرورا بالحوش وصولا إلى ساحل مدينة صور، وصعودا بالشرق إلى العباسية، معروب، جناتة، برج رحال، شخور، طير فلساي، الصريفة التي أيضا سقط فيها جرحى وشهداء نتيجة القصف الذي استهدف أحد المراكز الصحية المستوصف الرئيسي في هذه البلدة وصولا إلى بلدات فاح. نعم حسين، يعني في حديث كثير عن محاولات لاجتياح بري، ليس محاولات وإنما استعدادات لاجتياح بري. رئيس الأركان الإسرائيلي يقول نعد العدة لاجتياح بري، بما ترصدون على الحدود؟ هل من تحركات تشي بذلك؟ يعني حتى اللحظة لا يوجد أي تحرك عملي وفعلي. عادة عندما يكون هناك تهيئة لاجتياح بري يكون هناك قصف مدفعي وغارات عنيفة جدا على القرى الأمنية. هذه يعني هذا المشهد لم نلحظه، لا زالت غارات هي انتقائية على الخيام. اليوم 10 غارات مثلا قياسا على الاجتياح الذي حصل في 2006، كان هناك أكثر من 1000 غارة على بلدة
دبابات الخيام حتى تمكنت بعض الدبابات التي ايضا كان مقتلها في سهل الخيام من يعني بواسطه صواريخ الكرنات، ربما هذا التحرك لم يبدا بعد. وايضا ضمن التصريح هي ما زالت ضمن النوايا اذا صح التعبير، النوايا العدوانيه بالمرحله الثانيه نحو التوغل البري اذا ما حصل طبعا هذا الشيء. لكن حتى اللحظه لم نلحظ اي تحرك يشي بان هناك تقدم او تحرك على الاقل ملحوظ بالعين المجرده. ماذا يحصل في عمق الشمال الفلسطيني؟ طبعا هذه الامور لا ندري بها. شكرا جزيلا لك الزميل حسين عز الدين، حماكم الله وحمى الجنوب واهله وكل لبنان وطبعا فلسطين المحتله. استاذ سمير عذرا قطعنا يعني فكرتك، ولكن من المهم ان نفصلها فيما يتعلق بهذه المقارنه التي كنت تجريها بين الجبهه اللبنانيه وجبهه غزه. حتى بالحديث عن التحضيرات للهجوم البري في غزه استمر 24 يوم يعني هو صحيح. مع انه غزه بقعه صغيره وحشد لها خمس فرق، هو حتى الان حشد ثلاث فرق وفي فرقتين اذا في يعني بالاساس في حديث للاحتياط في استدعاء للاحتياط لفرقتين. نعم لا وعم يحضر وحده هو منذ ايام ويتحدث انه في وحده جماعه من الاحتياط ويقوم بتحضيرها، بس في فرقتين 210 والفرقه 99 هدول تقريبا فرقه 99 هدول تقريبا فرقتين حدودتين. بس انا شوفي لاقول لك شغله، حتى الان كل المؤشرات هي باتجاه التصعيد، يعني حتى نحن لانه هو بنك الاهداف المنتشر اذا شفتي بلش بالقرى بالجنوب امتد الى البقاع اليوم الى جبال كسروان، يعني في بعض المناطق ليلا كان بين الجيه والسعديات استهداف على الضاحيه. هو يعمل بوتيره قد لا تنزلك بشكل حرب مفتوحه يعني حتى الان، ولكن لغاية يعني الآن لا تندرج ضمن حرب مفتوحة. لا حتى الآن، لا حتى الآن خلينا نعتبره تصعيد، يعني مثل ما حكي الأستاذ حسام نوجه له تحية، حكي أنه بال2006 فقط عندما جرت محاولة إلى التقدم إلى بنت جبال كان في 2000 غارة بس، يعني هيدي البقعة الصغيرة. نعم بس أنا بعتقد نحن قدام تدحرج لهذه المواجهة. هلا قرأت خبر أنه بايدن يتحدث انه عن امكانيه يعني السعي الى وقف اطلاق نار او طرح تهدئه، والدبلوماسيه الفرنسيه ايضا تقوم نتنياهو انه عطى موافقه. يكررون نفس الخداع نفس التضليل الذي مورس في غزه، اللي مورس في غزه منذ اليوم الاول. تذكري دكتوره برمضان يعني اول شيء صار التبادل الاول بعدين رجعت استعرفت الحرب. اجى شهر رمضان كان اغلب الناس مقتنعين انه برمضان انه اكيد بيصير في افلاك نار، ثم صار في كمان امال انه على العيد وبعدين العيد الكبير وبعدين الاستراتيجيه الامريكيه شراء الوقت لنتنياهو. ممكن لو كان هناك اشتباك يعني عادي، اذا دائما تصنع له مظله من الوقت تؤمن له. نعم. هلا انا عم اقول لك، انا عم اقول لك معلومات، كل المجتمعين بمجلس الامن الدولي اميل الى وقف لك نار باستثناء امريكا فقط، ترفض الاستنكار ما يقوم به من عدوان على لبنان، ترفض امريكا الاستنكار ان تستنكر. لا انا بعتقد يجب ان نضع هذه يعني المؤشرات اللي تبديها امريكا السلبيه ونتعاطى مع الوقائع. نحن في مواجهه قد تاخذ اشكال متعدده مختلفه بالتدرج، لذلك الحرص لدى محور المقاومه. شوف الامريكي يعني ليش الايراني يبدي مرونه دبلوماسيه مش على الأطر الثانية، هو مستمر بدعمه بإسناده، بس عم بحكي بالأطر الدبلوماسية تختلف عن الحدة التي شهدناها في بداية الحرب على غزة، لأنه هناك خبث أمريكي مع الكثير من الدول الغربية والعربية لاستدراجه إلى معركة كبرى. إذا فيك تستمر بمعركة عبر المقاومات أن لا تنزلق إلى مواجهة بالمعنى المفتوح وتعطي ذرائع، نعم. هذا لا يعني بأنه نكون أقل يعني قوة وضغطا، لا بس أنا عم بحكي إطالة الوقت لصالح محور المقاومة. نعم شكرا جزيلا لك أستاذ سمير الحسن على هذه المشاركة. دكتور مكرم،
خوري مخول. يعني أستاذ سمير تحدث عن أمر بغاية الأهمية، أيضا أريد أن أشركه معك فيما يتعلق بتفسير هذه المرونة الإيرانية اليوم على المستوى الدبلوماسي، إلى ما تشير بتقديرك؟ بداية نقول ما قلناه أولا، أننا الآن وبعد هذه الاغتيالات للقادة من حزب الله وبعد الإبادة السبرانية للبيجرز والووكيتوكي وإلى آخره، نتنياهو أخذ إدارة الصراع من صراع يعني نقول منخفض low intensity، صراع منخفض الوتيرة في حرب الاستنزاف مع لبنان، إلى الآن رفعه إلى حرب استنزاف متوسطة الشدة، أي أنه رفعه درجة، ولكن بالفعل لم نصل بعد إلى شديد الحدة وإلى الحرب الشاملة. ولماذا؟ أنا أعتقد أن نتنياهو لديه الاستراتيجية التالية، يقول أريد أن أحاول في الأسبوعين القادمين أن أحسم الموضوع مع قوة حزب الله خلال أسبوعين. هذين الأسبوعين دكتورة حنان سيأخذانا إلى الذكرى الأولى لمعركة طوفان الأقصى في 7 من تشرين الأول القادم، أي بعد أسبوعين. إذا ما اكتشف أن الاحتلال الإسرائيلي لم يستطع حسم المعركة عبر اغتيالات أو عبر قصف متنوع من طائرات وغيره، سيعلن حسب مفهومي وقراءتي لكل خطابه، سيعلن في 7 أو 8 من تشرين الأول القادم التالي، سيقول تذكرون العام الفائت كنا قد بادرنا باجتياح لقطاع غزة لكي نقضي على حماس، واليوم أو غدا سنقوم باجتياح جنوب لبنان لكي نقضي على حزب الله. وهكذا سيأخذ ذاته ليس فقط إلى الانتخابات الإسرائيلية، وأيضا سنصل إلى الانتخابات الأمريكية في 6 أو 7 من نوفمبر القادم في الولايات المتحدة. وعندها إذا ما كان اجتياح بري دكتورة حنان، عندها وإذا ما وصلوا مثلا أنا أقول من ناحية سيناريو نتنياهو، إذا ما وصلوا إلى الليطاني سيقفوا هناك ولن يريدوا أن يتراجعوا، تماما كما لم يتراجع نتنياهو ولا حتى بايدن عندما جاء بعد ترامب من قراراته بضم الجولان وضم القدس. هذا ما يأمل. نعم، هذا ما يأمل الإسرائيلي دكتور مكرم. ماذا عن الوقائع، عن الإمكانات؟ إلى أي مدى اليوم المعطيات الميدانية، معطيات حزب الله، اختلاف حزب الله الذي لم يسمح للإسرائيلي بأن يتمكن من الاجتياح في 2006 مع قدرات متواضعة، هل سيسمح له اليوم؟ كيف تقرأ كل معطيات الميدان والوقائع؟ لن يستطيع الاحتلال الإسرائيلي أن يسرح ويمرح في جنوب لبنان على الإطلاق، وسيواجه مقاومة شرسة. أعتقد أن حزب الله يلعب أو يتبنى تكتيكا مترويا، لا يريد أن يستعمل الكثير من الأسلحة، ولا يريد أن يعطي نتنياهو حجة ومبرر لكي تفتح حرب شاملة. ولكن أما إذا قرر نتنياهو أن يفتح حربا شاملة، عندها سيواجه بمقاومة عنيفة لم تشهدها بلداننا أو الشرق الأوسط لربما على الأقل منذ 5 عقود، إذا ما شهدنا شيء كذلك. إذن الاجتياح البري ممكن أن يبدأ به نتنياهو، ولكن ليس فقط أنه لن يكون نزهة، وإنما سيكون دمويا بشكل كبير على الاحتلال، لأن حزب الله سيستعمل عدة أنواع من الأسلحة لم يستعملها بعد، وتلك ستسبب دمارا شاملا في عدة مناطق من داخل فلسطين التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي. الآن الذي ممكن أن يمنع هذا الاحتمال الدموي الكبير على الجميع
هو السياسة الإيرانية. ولماذا أنا أقول ذلك؟ نحن سمعنا تصريحات مؤخرا في 24 ساعة الأخيرة للرئيس الإيراني ولنائبه ظريف، اللذين قالا تقريبا نفس الشيء ولكن بطريقة دبلوماسية مختلفة. إيران لا تريد أن تتدخل حاليا بهذه الحرب، أكيد قبل الانتخابات لا تريد، لأنها إن تدخلت ستعطي نتنياهو الذريعة ليس فقط لأن يفتح حربا شاملة في لبنان، ولكن أيضا لأن يحاول أن يضرب البرنامج النووي الإيراني، وهذا ما لا تريده إيران، لأنه إذا ما دخلت إيران سيرد، وهذا أنا شبه متأكد منه، سيرد نتنياهو بقصف أماكن معينة في إيران، إيران سترد وسنكون أمام لعب دور. ولكن ألا ترى أن واشنطن تخاف جدا من هذا السيناريو وبالتالي ستعمل جاهدة على عدم تحقيقه حتى لو لم تكن هناك مرونة في الدبلوماسية الإيرانية حيال ذلك وتقدمها للإسرائيلي؟ سؤال رائع جدا، لأن هذا السؤال يأخذنا إلى الرد أنني أعتقد أن هناك محادثات غير معلنة ولربما غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، وبالتأكيد إدارة هاريس التي قد تأتي وإدارة بايدن، أنه انتظروا لا تتدخلوا بالحرب، تروا انضبطوا، وفور فوزنا أي فوز هاريس نحن سنعود فورا إلى الاتفاق النووي وسنعمل كل ما بوسعنا للتخلص من نتنياهو كرئيس لحكومة الاحتلال. أنا أعتقد أن هذا ما يدور الحديث حوله، لذلك إيران لن تتدخل حاليا، وحزب الله سيحاول عدم فتح جبهة حرب شاملة كاملة أو يعطي الذريعة على الأقل لنتنياهو ليفتح جبهة حرب، إلا إذا جن جنون نتنياهو ويريد أن يضع أي رئيس قادم في أمريكا تحت الأمر الواقع، وأن يحاول أن يضع جيش الاحتلال في مكان معين يحتله في جنوب لبنان. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور مكرم خوري مخول الأكاديمي المتخصص في العلاقات الدولية على هذه المشاركة، وأرحب معنا في الاستوديو بدكتور محمد شمس مدير موقع الخندق.